الموسم الثالث عبقرية العائلات ومباراة جميلة جدا في دور ال 16 وهفكركم بالنتيجة. عيلة نيازي بنها الأليوبية 140، عيلة الجعفري الهرم الجيزة 65. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل عيلة، وأول سؤال إيمان. تفضل يا إيمان. هنشوف السؤال الأول لعيلة الجعفري وموضوع السؤال إيه. دلوقتي المشكلة إن عيلة الجعفري لازم تجاوب على الأربع أسئلة الجايين، أي سؤال حيطير المباراة اتحسمت. تفضلي. سويتش، عيلة نيازي هتختاروا موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في إيه؟ فنون إن شاء الله. فنون، سؤال في الفنون بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. فنون، والسؤال هو من هي الفنانة المصرية التي قامت بدور سلوى شاهين في فيلم كشف المستور؟ بطولة فاروق الفيشاوي ويوسف شعبان، مين بقى؟ نبيل عبيد. تأليف وحيد حامد وإخراج عاطف الطيب. نبيل عبيد إجابة صحيحة. نبيل عبيد هي الإجابة الصحيحة، وكده النتيجة 85 عيلة الجعفري، 140 عيلة نيازي. موجة، تفضلي يا موجة. موجة والسؤال الثاني، وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا موجة. قدرات ذهنية، سؤال في القدرات الذهنية، 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 20 نقطة. ليه؟ لا 20. الجوكر بقى. مش معقولة كل الجواكر بتطير كده. طبعا لو الإجابة صح ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الثمانية. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 5 × 56 + 65 × 5 = 6 يساوي كام؟ أستاذ مصطفى. 39. إجابة خاطئة. في إجابة؟ محمود. 273. 273 إجابة صحيحة. 273 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا محمود، غيرت النتيجة. 105 عيلة الجعفري، 140 عيلة نيازي. محمود، السؤال الثالث اتفضل. المباراة اتصعبت تاني في لحظة. هنشوف السؤال الثالث وموضوع السؤال إيه. فنون، سؤال في الفنون، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بثلاثين نقطة. دوس على البازر. لو الإجابة غلط هنقول هارد لك، ألف مبروك لعيلة نيازي. لو الإجابة صح هيفضل الأمل موجود لآخر سؤال. هنشوف فنون، والسؤال هو من هو الفنان الراحل الذي قام بدور الأسطى محمد في فيلم عفاريت الأسفلت؟ عفاريت الأسفلت، إخراج أسامة فوزي وتأليف مصطفى ذكري. محمود إجابتك. نور الشريف. نور الشريف ما كانش في الفيلم. إجابة خاطئة. في إجابة؟ لا أنا ناسي خالص. لا ما فيش إجابة. الفيلم من بطولة محمود حميدة وصلوى خطاب وجميل راتب، واللي عمل الدور ده الأسطى محمد الراحل حسن حسني. هارد لوك لعيلة الجعفري، لعبتوا مباراة جميلة جدا، وطرتوا الأجواء في آخر سؤال.
احنا تشرفنا بوجود عيله جعفري معانا. شكرا لحضرتك، ومبسوطين جدا ان انتوا شاركتوا معانا. استاذ عبد الله بنشكرك على الاشتراك معانا، اتشرفنا بوجودك معانا، مبسوطين ان حضرتك انضميت للعيله الكبيره بتاعتنا. الله يخليك، كلنا نحيي عيله جعفري. عيلة نيازي ألف مبروك. الأجواء اتوترت في آخر سؤال، وصلتوا لدور الثمانية، أتمنى لكم كل التوفيق. آخر سؤال محمود، اتفضل يا محمود. ناخد جوكر بقى. آخر سؤال وهنشوف. ناخد جوكر دلوقتي، هتاخدوا جوكر. آخر سؤال والحظ بيبتسم، جوكر وهتاخدوا جوكر أخيرا. موضوع السؤال الرياضة، سؤال بثلاثين نقطة في الرياضة. رياضة، والسؤال هو: من شغل منصب رئيس النادي الأهلي أثناء مشاركته في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة عام 1976؟ من شغل منصب رئيس النادي الأهلي أثناء مشاركته في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة عام 1976؟ مواجهة، خطفت منهم البازر. باباكي كتب الإجابة ومحمود قال الإجابة ومواجهة هتجاوب. لا، إجابتك تعرف لو الإجابة صح هنبهر. I don't think إجابتك so. الفريق مرتجي، عبد المحسن مرتجي. الفريق عبد المحسن كامل مرتجي. مرتجي. مهجة، أبهرتيني. إجابة صحيحة. سؤال ما كانش سهل طبعا. الراحل العظيم الفريق عبد المحسن كامل مرتجي، والد عضو مجلس الإدارة الأخ والصديق خالد مرتجي. طبعا عيلة نيازي جاوبت سؤال صعب تستحقوا 30 نقطة. شكرا. ومش هترجعوا بالزوكر لبنها. ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الثمانية. شكرا جزيلا، نحيي كلنا عيلة نيازي. أفضل لاعب خطفها محمود النهاردة ب 65 نقطة، نحيي كلنا، برافو عليك يا محمود. يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلة مصر في حلقة النهاردة 275 نقطة، وكل نقطة ب 1500 جنيه، بما يساوي 412500 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 2,512,500 جنيه. من البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر. عائلة الجعفري هارد لك، لعبتوا مباراة جميلة جداً، ولكن اتحسمت في الفقرة الأخيرة. أتمنى أن احنا نتقابل تاني، وبشكركم على المجهود العظيم علشان تبقوا معانا وتشاركوا معانا. نحيي كلنا عائلة الجعفري، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.